أصدقائي المشاهدين على هذه المشاهد الرائعة هنا من القلعة من القصر الكروي الإمبراطوري لليفربول نلتقيكم. قمة الأربعاء صارت الشامبيونز ليج تتواصل في إثارات أيام كبيرة على الصعيد والمستوى الكروي. الوجهة هذا المساء ستقودنا إلى قلعة الريدز فريق الحمر نادي ليفربول واستضافة لمانشستر سيتي. أنت لست في حضرة الدوري الإنجليزي، أنت لست في حضرة البريمير ليج. هنا بيب غوارديولا ضد يورجن كلوب في مباراة الشامبيونز في رسم ربع النهاية بانتظار الوصول والطريق إلى كييف. ليفربول حراسة المرمى لوريس كاريوس ألمين أرنولد فيرمينو وفرصة الهدف الأول. صلاح جول 1-0 ليفربول. دندن يا صلاح، مول يا صلاح، غني يا صلاح، اضربنا يا صلاح. الدنيا لو كسرت ليا مانيش مغلوب، وما دام توكالي عليه لازم اعيش في غنى. الفاس لو من ذهب عمره ما زاد عن فاس. الدنيا رجع فيرمينو، كره رجعها ديرسون، مشات بافيلي، كره في الجول، كره في الريتي. ليفربول شجع برشا بعد الهدف. يا صلاح، نحب نعطيكم ترتيب الهجوم في دوري الابطال لحد الان. عرضيه يرجع صلاح، يمشي صلاح، يلعب كره خطيره، جول. الهدف الثالث من ساديو. يا تيرانجا، يا سيدا، السيد مسيف في نادي مانشستر سيتي. الهدف الثالث، لا اصدق، لا اصدق، لا تصدق، لا نصدق. المصادقة على ابداع غير عادي يا ليفربول. ترجع الكرة، شوف، دارت واحدة، مشات الثانية، مرة أخرى لمعذبهم، مرة أخرى لمدمرهم. يا صلاح اش تعمل؟ يا صلاح اش تعمل؟ ورسميا صلاح أوت، ومن يدخل الآن في تشكيلة الريد. كل الخير مشاهدي الافاضل اينما كنتم، مرحبا، اهلا وسهلا الى ملعب ملحمه الاتحاد ستاديوم بين السيتي وليفربول من اجل ورقه التاهل الى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا لهذا الموسم الذي سيكون في فريق انجليزي اكيد في انتظار معرفه البقيه. مرحبا بكم الى المتعه والاثاره اللتان ستحضران اكيد في مباراه اليوم على مدى 90 دقيقه او اكثر، نتمناها كلها فرجه لمشتركينا في كل البلاد العربيه وخاصه بالنسبه لجماهيرنا الصامده والمرابطه في قطاع غزه والاراضي المحتله الذين نتمنى ان يتمكنوا كره عاليه. كرة خطيرة وانطلاقة، اوبا 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 اوبا، جول! إيلياي جول! جابريال جيزوس يهز الشباك الدقيقة الثانية من انطلاقة المباراة. جول 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 فعلها البرازيلي وانفجر ملعب الاتحاد ستاديوم. قلت لكم بأن المباراة ستكون مثيرة، الذي سنشاهده اليوم لن تشاهدونه سوى في مباريات الفرق الإنجليزية. رحيم انتقام كوبرناردو ومازال وسيلفا، جول! الحكم ماذا قال؟ البطاقة الصفراء لبرناردو سيلفا. برناردو سيلفا، با 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 با
على وضعية التسلل من صاني. كرة خطيرة وصلاح وجول. با 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 رائع وبارع يا محمد يا صلاح. جول رائع وبارع يا صلاح، ماهر وساحر يا صلاح، انتحال لا تتكرر الا بعد سنوات طوال. محمد صلاح عند الكره. حضرات المشاهدين الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مساء الفل للناس الكل. الليلة أغلى المنافسات الأوروبية تعطينا قمة نارية إنجليزية إيطالية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هنا في ستاد أنفيلد التاريخي بين ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي. الليفر يلعب الليلة من أجل الحضور للمرة الثامنة في تاريخه في الدور النهائي، بينما تبحث ذئاب العاصمة الإيطالية عن الحضور الثاني لها في النهائي بعد 34 عام. مشاهدينا الكرام، هي بكل تأكيد مباراة حديدية بكل ما في الكلمة من معاني، خاصة بعد أن أخرج ليفربول سيتي غوارديولا وبعد أن أقصى روما برشلونة ميسي. نار 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 في الانتظار، ومحمد صلاح أكيد نجم المشوار. ماني وأليسون بيكير، هذه كرة وتشيكو التسويب، والحارس لوريس كاريوس الهولندي ستروتمان. آخر العرب أمام من يعطي صلاح وتسويب صار محمد صلاح عنوان النجاح، أفضل لاعبين بريمير ليج هذا الموسم. فيرمينو بكرة يا سلام وتشوبرلاين التسويب، وأليسون بيكير للمرة الثانية ليفربول في وضعية هجومية قوية. كرة أخرى من كولاروف، كولاروف الدوري الصربي يخسرها ألكسندر كولاروف. كرة جول قوية صاروخية والصربية ترتدم بالعارضة، شنو هذا؟ كرة كولاروف، فيرمينو يراوغ رايع ومن يهرب شدو السنغال يهرب. جول جول لا أليسون، أليسون بفرحة عشاقه، وماني وحده وحده ضيع الأسبقية. شوف محمد صلاح عملية سريعة، جول وأليسون بيكير، أربع فرص متتالية لليفر. هذه كرة أخرى، فيرمينو، فيرمينو يناو ويوسع. جيمس ميلر، ميلر روبرتسون يوسع. جول اي 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 اي، لا ولا ولا الراية. محمد صلاح على اليسار، محمد صلاح جول ام لا؟ صلاح الكرة المصرية، فخر الكرة العربية، كامل الأوصاف، كامل الأوصاف، فتنا كل العرب بأختام من ذهب. يا عيني يا عيني يا عيني يا صلاح يا عالمي، هدف الموسم، هدف الموسم، أجمل أهداف المعمورة، باليسار جبالو صلاح عداله، مينو يعدي وصلاح يهرب على اليسار، يعطي كرة يا صلاح، صلاح جول، صلاح جول، صلاح جول. شنو هذا؟ شنو هذا؟ لا 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 يكون
لا تعبير سلام من كل أرجاء المعمورة لأقوى كورة. محمد صلاح خرافي من كوكب آخر، من كوكب زحل، ليس من كوكب هذا البشر. محمد صلاح بأقدام الذهب يعاني روما، فريق السابق لا يفهم ماذا يجري. شنو هذا يا صلاح؟ يا معذبهم يا صلاح. 10 دقائق لها في هذا الشوط الثاني، ودي كورة كثيرة. محمد صلاح، 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 كورة جول، كورة جول، 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 جول. ليفربول يسترجع ويستحضر تواريخ أوروبية. الليفر يسحر بتنادي خط النار. ماني، صلاح، فيرمينو، ليفربول المهول يدك الحصون الرومانية بفضل كرة الدلال، كرة الجمال، أحمر اللون. ما أروعك بهذه الفنون، ما أروعك بهذا الجنون. محمد صلاح بكرة الأسيست العالمية يهدي كرة هدية لساديو ماني، والسنغالي يمضي ولا يبالي. دود مارين متفرج، ليس بقوة جمهور ملعب أنفيلد. وصلاح الخرافي واللاعب المصري محمد صلاح يدمر فريقه السابق ويعطي كرة الدلال، كرة الجمال لفيرمينو. وديفرانشيسكو ينهار، ينهار في هذا المشوار. شوف صلاح العالمي، بص وشوف صلاح يعمل ايه، شوف صلاح بعملية الفنيات. الحكم الألماني فيليكس بريش على نهاية المباراة، مباراة الذهاب بانتصار ليفربول بخمسة أهداف لهدفين في ملعب أنفيلد. أكيد حكاية أخرى ستكون في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما. لكم مني مشاهدينا الكرام أجمل الأماني، في انتظار الموعد من جديد معكم.